بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في برنامج في الميدان. اليوم من محافظة العقبة وتحديدا لنتحدث عن أبرز التحديات وأهم مشاريع اللامركزية التي نفذت في العقبة، ونتحدث أيضا عن مشاريع قامت فيها السلطة، ونتحدث عن البنية التحتية بشكل عام. يسعدني أن أرحب بالجميع من الحاكمية الإدارية وأيضا من اللامركزية وأيضا سلطة منطقة العقبة الاقتصادية والمدراء التنفيذيين وبعض من الجمهور اللي انضم لنا اليوم لنتحدث عن هذه التحديات وعن أيضا البنية التحتية الموجودة في هذه المدينة. وقبل أن أبدأ بحديثنا مع الأخوان، اليوم معنا إنفوغرافيك يوضح أيضا حول محافظة العقبة، وبعدها نعود للنقاش، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. يسعدني أن أبدأ بالترحيب بضيوفي يعني مرة أخرى. أبدأ بمحافظ العقبة عطوفة الأستاذ خالد الحجاج، مساء الخير لك. مساء الخير أخي مامون. يعني اعتدنا في برنامجنا أن نبدأ بسؤالنا، وهو مدى التنسيق ما بينكم كحاكمية إدارية وبين المجلس التنفيذي وحتى مجلس المحافظة أو حتى مع السلطة في أن تكون هناك انسجام واضح ما بين هذه الأجزاء لنستطيع تقديم خدمة مثلى لمواطنين في الكرة. نعم. عفوا في العقبة. سيد العزيز، بداية كما تعلمون العقبة هي شريان الاقتصاد الوطني. نعم. ولا بد من أن يكون هناك تنسيق متواصل وعلى مدار الساعة، سواء كان مع شركائنا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي يجمعنا بينهم العديد من الملفات والعديد من الأعمال لإدامة العمل وإدامة الحياة في محافظة العقبة، بالإضافة إلى أن الحاكمية الإدارية زي ما بتعرف هي التي ترأس المجلس التنفيذي والمجلس الأمني، وبالتالي جميع هذه الملفات معنيين كسلطة عقبة اقتصادية خاصة ودار المحافظة، أيضا المجلس التنفيذي والمجلس الأمني وشركان أيضا بالقطاع الخاص. نعم. أن نكون دائما في تشاركية وتنسيق مستمر للوصول إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف المرجوة. طبعا. من محافظة العقبة كونها رؤية ملكية وأيضا انبثق عنها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة في العام 2001. بالتأكيد، يعني اليوم أنا أتحدث عن مشاريع اللامركزية التي نفذت في محافظة العقبة، وأيضا سنعرض لكم أيضا مشاهدينا عن أبرز ما جاء في ميزانية 22 وميزانية عام 23، فكونوا معنا. أكيد مشاهدينا، أبدأ مع رئيس مجلس المحافظة أخي عماد. أولا مساء الخير. مساء الخير. يعني اليوم إحنا نتحدث عن ميزانيات لـ 22، أبدأ فيها، كم كانت الميزانية إذا سمحت؟ سيدي أسعد الله مساءكم ومساء الإخوة الحضور والضيوف ومشاهدي قناة التلفزيون الأردني. موازنة المجلس محافظة العقبة كانت في العام 2022 7.5 مليون. 7.5 مليون. نعم. كم نسبة الإنجاز فيها؟ حقيقة تراوحت نسبة الإنجاز ما بين 55% إلى 59%. 59%؟ نعم. بأي قطاعات كان في هناك يعني تراجع بتقييمك؟ حقيقة القطاع الرئيسي اللي كان هناك خلل واضح فيه هو قطاع التربية والتعليم. تربية والتعليم. نعم. كون الموازنة كان هناك 48% من موازنة المجلس مخصصة للتربية والتعليم، وكانت نسبة الإنجاز لا تتعدى 14%. 14%. نعم. يعني احنا نتحدث عن 59، رقم مش يعني كبير، لكن نأمل ب 23 انه يكون انجاز اكبر. كم الموازنه ب 23؟ 23 8.5 مليون. 8.5 مليون. نعم. هل بوادرها جيد الان للتنفيذ؟ حقيقه انا بدي اشكر سيدنا. نعم. على دعمه المطلق لمجالس المحافظات. نعم. في اكثر من لقاء، وإعازه وتوجيهاته الملكيه الساميه لكافه الوزراء المعنيين. نعم. بسرعة الاستجابة لعمل المجالس لحتى تمكن من طرح مشاريعها.
العام 23 بقدر احكي انه البوادر مبشره جدا تمام، وتجاوب الوزارات كان كثير منسجم مع اللواء الملكية السامية ان شاء الله. نعم، اليوم انا ايضا اتحدث عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهي ايضا على عاتقها الكثير من انجاز كثير من المشاريع، سواء اليوم نتحدث عن سياحة ونتحدث عن اقتصاد ونتحدث عن بنية تحتية، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن ولتشجيع كثير من الاستثمارات. واليوم احنا نتحدث عن جانب اخر وهو تشغيل الايدي العاملة. اليوم دور السلطة في هذه التنمية بشكل كامل. سيدي، أول شيء مساء الخير ومنمسي على الحضور وجمهور التلفزيون الأردني. حياك. مثل ما أنت وضحت، يعني سلطة منطقة العقبة اللي هذه أو منطقة العقبة هي الرؤية الملكية اللي تم إطلاقها في العام 2001. اليوم إحنا نعم. بعد 22 من سنة من هذه التجربة، وإحنا نعم. اليوم عم نعيد تقييم نفسنا في بعدة مناطق في 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 العقبة. اليوم المسؤولية كبيرة، السلطة هي الرافعة الرئيسية للوضع الاقتصادي اللي موجود في منطقة العقبة، مسؤولة عن سواء من خلالها مباشرة أو من خلال الشركات المملوكة لها، وأهمها شركة تطوير العقبة، مسؤولة عن تطوير الموانئ، تطوير المطار وتطوير البنية التحتية والأراضي اللي موجودة، بالتعاون مع والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، والعديد من الاستثمارات اللي إحنا هي قدامنا، وإحنا بأحد الاستثمارات اللي موجودة اليوم لقائنا بهذا الموضوع. طيب، يعني عندنا رقم خلينا نحكي مشجع لتشغيل أيدي عاملة مثلاً. نعم. هل في نمو في نسبة مئوية معينة؟ موضوع التشغيل والتدريب عم ننظر له اليوم في عام 23 بنظرة مختلفة. كانت سابقاً موضوع الدراسة الأكاديمية هي وتقدم منحات أكاديمية عديدة خلال العام، اليوم منتطلع عليها بطريقة ثانية وهو موضوع التدريب المهني. العام الحالي والآن شغالين إحنا في تدريب 1000 شاب وشابة للجنسين، 50% ذكور و50% إناث، ومرتبط بالتشغيل، 85% منهم بدهم يشتغلوا خلال هذا العام وبداية العام القادم، بس ينتهي برنامج التدريب لمليون لأسف لألف شخص، وبعد التأكد من نجاح هذا البرنامج سيتم تكراره وبأعداد متزايدة عام بعد عام. تمام، سأتي معك تباعا للحديث عن القطاع السياحي أكثر فأكثر، وأيضا مدى قابلية السياحة الداخلية، أيضا لازم يكون في هناك برامج كثيرة لهذا الموضوع، ولكن اليوم احنا معنا بعض من الملاحظات التي يعني رصدناها من خلال كاميرا برنامج في الميدان. نتابع التقرير وبعدها نعود للنقاش. في لا ملاعب ولا في منتزهات ولا في ملاهي نهائيا، يعني احنا موقودين نهائيا عن العقبة، يعني احنا كنا مسؤولين عن العقبة، ما في عندنا شيء من مرة. سكان مدينة العقبة طالبوا بزيادة المساحات الخضراء والملاعب والحدائق العامة وتطوير الشواطئ والاستثمار المجدي لها. للأسف منظومة الطرق وشبكة الطرق في مدينة العقبة، سواء خط وادي عربة اللي له سنوات عديدة بحاجة إلى صيانة، وللأسف لم تتم. نحن أيضا بحاجة في محافظة العقبة إلى مدينة العاب أسوة في باقي هذه المحافظات، من خلال المسؤولين بالتواصل مع أحد المستثمرين. زيادة التعداد السكاني في المدينة مما أدى إلى اكتظاظ المدارس، فيعني من أحد المشاكل اللي بتواجه السكان في مدينة العقبة دوام المدارس. ما زال بعض المدارس في مدينة العقبة تعاني من مشكلة الدوام الصباحي والمسائي. أهم شيء منطقة الشط الأوسط اللي هو منطقة الغندور بنسميها أو
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعض من الملاحظات قد تركزت على القطاع السياحي وتركزت أيضا على قطاع التربية والتعليم، وأيضا الجمهور راح يزودنا أكثر ببعض من الملاحظات. بدي إجابة التربية والتعليم عن بعض من الملاحظات التي جاءت في هذا التقرير، وهي اكتظاظ في المدارس، وأيضا كان في هناك يعني نظام الفترتين. أستاذ أسعد الله مساءكم جميعا. مساء النور. يعني لا شك أنه قطاع التربية والتعليم واجه تحديات كبيرة جدا، وخاصة في منطقة العقبة بسبب الازدياد الكبير في أعداد الطلبة خلال الأعوام الدراسية والجذب السكاني نحو مدينة العقبة. نعم. يعني احنا انتهى على العام الدراسي الحالي ونحن في حالة قبول للطلبة، وبالتالي في زيادة كبيرة جدا في أعداد الطلبة حقيقة. يعني في زيادة يعني غير طبيعية مثلا؟ نعم، في زيادة كبيرة في أعداد الطلبة. يعني كم عدد الطلبة عندكم؟ بتلاحظ هاي تحكم على العدد في مرحلة رياض الأطفال، يعني بالرغم أنه في أعداد كبيرة جدا من الشعب رياض الأطفال في المدارس، إلا أنه عدد كبير الآن من الطلبة للأسف مش قادرين نجد لهم حل. يعني اليوم في القبول. معلش أستاذ، نعم. نحكي عن اكتظاظ في المدارس، وحكى للا مركزية أنه أكثر مشاريع متعثرة هي مشاريع وزارة التربية. يعني بناء مدارس. أنا طبعا جديد على تربية العقبة من 2-4، لكن نعم. لاحظت أنا من خلال زياراتي أنه المشاريع الأبنية المدرسية متركزة في الأطراف. كمدينة عقبة في اللامركزية ما شفت لها أبنية أنا إنشاءات الآن موجودة. كم عدد المدارس؟ يعني الآن في تم استلام 3-4 أبنية العام السابق 22 في مناطق الأطراف. طيب. والسنة هاي في 3 أبنية الآن قيد الإنجاز، نسبة الإنجاز فيه من 50% إلى 90% في مناطق الأطراف. لكن كمدينة العقبة يعني في دراسة حاليا للمدرسة منطقة الخامسة يتم فيها إنشاء مدرسة USAID. نطمح أن يكون يعني هناك الصحيح شراكات مع جهات متعددة، منها يعني نطمح إلى دعم السلطة أن في إنشاء يعني صحيح أبنية مدرسية تكون متكاملة وتحتوي على جميع المرافق، وفي طيب. مناطق يعني حيوية أو ذات كثافة سكانية ممكن إحنا نتفق إحنا وياهم عليها في المرحلة القادمة. طيب كم عدد المدارس عندكم؟ كم عندنا عدد المدارس؟ 87 مدرسة حكومية. كم منها مستأجر؟ الآن الأبنية المدرسية لا يوجد عندنا أي بناء مستأجر. ما في مستأجر. الآن إحنا بصدد استئجار بناء مدرسي في منطقة الشهيبي لازدحام المدرسي، وكمان في تخفيف على الأهالي في هذا الإجراء إن شاء الله. خليني أنتقل للأشغال العامة عن يعني طريق وادي عربة. يعني هذا الطريق يعني ما آن الأوان أن يوضع له أكتاف على الأقل، أو يعني تطوير لهذا الطريق أم لا باشمهندس؟ في البداية بمسي على الجميع، وهذا اللقاء الصراحة يعني هو يسلط الضوء أحيانا على بعض الحاجات اللي هي في الحقيقة لست مخفية موجودة. وزارة الأشغال العامة طبعا في طريق وادي عربة، هاي الطريق طولها 245 كيلو داخل حدود محافظة العقبة. وزارة الأشغال العامة بدأت بتنفيذ أكتاف لهذا الطريق تقريبا من منطقة الجمرك ولغاية قبل منطقة قطر بكل في حوالي 1.5 مليون دينار، والآن المقاول تقريبا نسب الإنجاز توصلت لغاية حوالي 75%. تمام. جميع التجمعات السكانية في منطقة وادي عربة يعني ما في طريق ما عليها أكتاف، جميع الطرق يعني كلها جميعها. نعم. تمام. لكن هي بحاجة بخطة وزارة الأشغال العامة المستقبلية، يعني لازم يتم تأهيل هالطريقة من جديد. هلا احنا بنسعى، هذه الطريق تم تنفيذ عام 1972، كانت هي خدمة خاصة ل شركة البوتاس العربية، لكن الآن صارت هذه الطريق تسلكها أغلب المواطنين القادمين إلى العقبة. صحيح. طيب يعني قبل أن أفتح الحوار مع الجمهور بدي سؤال للسلطة. ذكر في التقرير منطقة الغندور، يعني اليوم هي تفتقر لكثير من الأشياء، ما هي الأسباب؟ منطقة الغندور منطقة كانت فيها مشاكل كبيرة واعتداءات كبيرة على الشواطئ. تمام. احنا بنعرف اليوم أنه من حد البحر لخمسين متر هذه منطقة عامة، هذه لكافة لكل واحد أردني هذه حق له استخدام هذه المنطقة. قبل سنوات تم حل هذه المنطقة وإخراج جميع المخالفين اللي كانوا موجودين فيها، طبعا بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحافظة. الآن في عندنا اعتداءات على شواطئ أخرى، وإحنا قيد ما زال يعني الآن قيد دراسة هذه المناطق،
وسيتم تنظيفها بالكامل لإتاحة تلك الشواطئ لعامة الشعب الأردني. أما بالنسبة لتوفير الخدمات في شاطئ الغندور، المنطقة ما بتسمح لتوسيع النشاط فيها لأنه بمنطقة مزدحمة، ولكن السلطة قامت بتطوير منطقة شاطئية جديدة على الشاطئ الجنوبي، وإحنا بنحاول أنه نوجه الناس وزائرين منطقة العقبة إلى الشواطئ الجنوبية العامة. تم تطوير منطقة كاملة فيها مدينة ألعاب، فيها مناطق تمام، فيها وحدات صحية، فيها محلات بتقدم خدمات لجميع زائرين تلك يعني المنطقة. جزء كان في ملاحظة مدينة ألعاب ترفيهية، يعني تقصد عن ذلك أنت؟ أكثر من مدينة. اليوم في مدينة مائية موجودة على الشاطئ اليمنية. اليوم في السلطة بتقوم بدراسة عرضين لمدينة ترفيهية موجودة على الشاطئ الجنوبي ولكن في الجهة الشرقية من الشارع، وأيضا هناك دراسة لمدينة أيضا ترفيهية موجودة في قصبة العقبة أو وسط المدينة. تمام. كنت حاب تضيف شيء أخي خالد؟ نعم أخ مأمون، بس بحب أوضح شغلة واحدة، إنه العملية التنموية والبنية التحتية هي عملية تراكمية. صحيح. وبالتالي يعني الحكومة ودولتنا وأيضا نحن كقطاعات نسعى دائما إلى تحسين هذه الخدمة. وبالمناسبة أخ مأمون، حتى يكون واضح للجميع، الملف التنموي والمسار بالعقبة في أربع اتجاهات يسير. صحيح. عندنا بالعقبة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة اللي هي المعنية بالاستثمار والاقتصاد، وأيضا نعم، البنية التحتية ضمن حدود الأسيزة. عندنا الموازن الرأسمالية للدولة اللي بيديرها مجلس المحافظة، وهي مبنية عادة على أولويات واحتياجات المناطق وهم من يحددون أولوياتهم. بالإضافة لعندي وادي عربة، شركة تطوير وادي عربة أيضا هي المعنية بتطوير المنطقة. بالإضافة إلى المسار الرابع وهو البلديات، وهي حاضنات تنموية ولديها صحيح، موازنات ولديها أيضا المهام. يعني مجمل هذه العملية هي عملية تراكمية. وأنا بس بدي أحب أجاوب أخي في أخوي مدير التربية والتعليم، يعني لم نألو جهدا بمحافظة العقبة ضمن مؤشرات ومعايير درسناها في قطاع التربية والتعليم. بالعكس، احنا وجدنا الاكتظاظ في مدينة العقبة لأسباب عديدة. أولا كثرة تنقل المواطن من حي لحي، وبالتالي الاكتظاظ في مناطق محددة ومعينة. ومع هذا يعني مجلس المحافظة والموازن الرأسمالي للدولة وأيضا السلطة لم تقصر في المدارس المجمعة، المدارس الأردن الحديثة اللي عملناها وافتتحناها مع بدايات العام الدراسي. الاكتظاظ أحيانا أخي مأمون، يعني وبكل أمانة بحكيها، هو الرغبة الانتقال من مدرسة إلى مدرسة إلى مدرسة أخرى ضمن الحي يعني الواحد. أحيانا مدارس فيها اكتظاظ وأيضا أخي مأمون الكل يعلم الظروف المحيطة بنا والظروف اللي حصلت، يعني ونحن لسنا بمعزل عن العالم، ظروف كورونا طبعا، وظروف كثيرة مرت بها الدولة الأردنية. ولولا الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني يعني، وهذا البلد إن شاء الله دائما في تطور مستمر. وبالتالي أخي العزيز، أنا القطاع التربوي يعني نحن متمين فيه كثير اهتمام، لكن مشكلة 22 اللي حدثت هو كان هناك بعض التلكؤ في تفويض الصلاحيات خاصة فيما يخص طرح العطاءات. اليوم احنا عندنا لجنة عطاءات بالمحافظة تستطيع أن تطرح لغاية 2 مليون دينار تمام، وهذا ما حدث مؤخرا. يعني الحمد لله نسقنا مع الوزارات، واليوم في تفويض صلاحيات المدراء من خلال طرح العطاءات داخل المحافظة الواحدة. أيضا بحب أكد بس أخي مأمون لنقطة واحدة، اليوم في تشبيك حتى مع المجتمع المحلي. اليوم نشوف الشباب المبادرات، أيضا حراك شبابي متعدد، في تنسيق دائم ما بين احتياجات هذول الشباب وما بين متطلبات التنمية. أيضا اليوم احنا بنعول كثير على وعي الشباب وعلى تحديد الأولويات بالذات. وانت بتعرف أخي مأمون من خلال الظروف اللي مرينا فيها، أحيانا نضع أولويات ومن ثم تتغير هذه الأولويات حسب الظروف، خاصة لما تحولنا إلى أولويتنا كانت قطاع الصحي، وكل مخزوننا وكل موازناتنا وجهناها بهذا الاتجاه. بالتأكيد. يعني هذا اللي حبيته أوضحه. أنا بدي أفتح المجال أيضا للجمهور اللي شاركنا اليوم، يعني إن كان لديكم ملاحظات على القطاعات الموجودة أمامنا اليوم من حاكمية إدارية أو حتى لا مركزية وسلطة وتربية وتعليم وحتى المياه أو حتى أشغال عامة. مين حاب يتحدث؟ تفضل، بس المايك إذا سمحت. يعني يعطيكم العافية دكتورة، هلا مواجدة. هلا يا دكتور. حابة بداية أتشكر قيادتنا الهاشمية على متابعتها لرأي الشعب في الميدان. لله الحمد كان هناك مطلب شعبي من قبل جميع المجتمع المحلي والرؤساء
بمحافظة العقبة أمام جلالة سيدنا ورئيس الديوان الملكي بتحويل مستشفى الشيخ محمد بن زايد العقبة الميداني إلى مستشفى حكومي. الحمد لله كان هناك استجابة من وزارة الصحة وتم تحويل المستشفى من مستشفى ميداني إلى مستشفى للأطفال. طبعا الخطة من وزارة الصحة هو من مستشفى للأطفال ثم مستشفى أطفال وكلة ثم مستشفى حكومي، يعني نواة لا مستشفى حكومي. هلا أنا سؤالي، المستشفى الحمد لله تم إعادة تشغيله ويوجد فيه كادر كفاءة، ولكن هناك نقص، في عندنا نقص في الكوادر الطبية لحد الآن مع أن المستشفى يشتغل. نقص سؤالي يعني نقص في الكوادر، بالكوادر الطبية، بالأطباء الاختصاص للأطفال وأطباء العامين. سؤالي، مستشفى الشيخ محمد بن زايد العقبة للأطفال إلى أين اتجاهه؟ هذا أول إشي. ثاني إشي حابة أسأل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ما هي الرؤية والخطط لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المحافظة على تراث العقبة وعلى هوية العقبة بأن لا تندثر في هذا التطور المتسارع في محافظة، في سلطة محافظة العقبة بكافة مجالاتها؟ شكرا لكم. شكرا لك. مين حاب أيضا من الأخوات الأخوان؟ تفضل. أي جاي. مساء الخير، يعطيكم العافية. ابتهال الطراونة. حقيقة أنا بدي أكد مرة ثانية أشكر عطوفاتهم وسعاداتهم على الطرح اللي طرحوه. نعم، نعيش في الأردن وفي العقبة بحال من الاستقرار التي يعيها الجميع ويدركها الجميع ممن حولنا، لكن سؤالي تحديدا لمدينة العقبة. عادة ما نرى في أي حالة تنموية نريد بها التطور والازدهار بأن المجتمع يقوم على ثلاثة ركائز: قطاعات متطورة ومتقدمة، ومشاريع كبيرة، ومشاريع أو قطاعات متوسطة، والمجتمع الذي يعمل في الوظائف المختلفة. ما نلحظه في العقبة كما تم ذكره في المثال الذي ورد في التقرير بأنه في رعاية لمجموعة كبيرة من المشاريع الكبرى، وهذا فعلا واقع وحاصل، لكن إذا أردنا أن نحدث حالة من التوازن فأين نحن من تطوير المشاريع المتوسطة في العقبة أو الأخذ بيد المشاريع الصغيرة والنهوض بها للاستمرار وعدم الوقوف أو التعثر أو العودة إلى الخلف في مرحلة من المراحل؟ وما هي رؤية سلطة منطقة العقبة للنهوض بالمشاريع أو وضع بنية أساسية تساعد المشاريع المتوسطة والطبقة المتوسطة والصغيرة أيضا؟ صحيح. والصغيرة أيضا للنمو والازدهار. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أيضا، إذا أردنا أن نضع المجتمع في صلب ما تقوم به الجهات التنموية والإدارية والحاكمة في العقبة، فلا بد من إشراك الشباب ولا بد من إشراك الأشخاص العاملين في البحث العلمي والابتكار لكي يشعرون بلحظة من اللحظات بالملكية الفكرية وملكيتهم لهذا المكان الذي يعيشون فيه. فأين نحن من ذلك وما هي رؤيتنا؟ شكرا جزيلا لك. تفضل. يعطيكم العافية جميعا. مراد الكبريتي، عضو هيئة إدارية لجمعية ديوان آل كبريت أمين سر، بالإضافة لعضو مؤسس وعضو هيئة إدارية نائب لرئيس الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان في محافظة العقبة. يعني أنا راح أتحدث اليوم في محور أو قطاع الصحة بشكل عام، القطاع الصحي بمحور الخدمات. هو عبارة عن ثلاث أمور رئيسية. أول محور اللي هو العقبة بحاجة إلى إنشاء مكتب للإعفاءات الطبية بشكل عام، وهذا يعني بيحقق توفير كافة سبل الراحة للمريض ولذوي المريض. نعم، للإعفاءات الطبية في محافظة العقبة. وهذا الشيء راح يساعد المرضى وذويهم بشكل عام، وراح يخفف عليهم من معاناة السفر والانتظار. تمام. الملاحظة الثانية برضو كمان بنفس القطاع الطبي اللي هو تأمين دواء الأمراض المزمنة. يعني إحنا كجمعية لرعاية مرضى السرطان في محافظة العقبة بفضل الله تم إنشاء اتفاقية ما بين مركز الحسين للسرطان وأراميكس لتوفير الدواء العلاج لإخواننا المرضى في محافظة العقبة. الحمد يعني لله. يعني الأمراض المزمنة، السكري مثلا، بشكل عام أنا بتحدث بشكل عام وأتحدث بشكل خاص عن مرضى السرطان في المحافظة. الآن إحنا الحمد لله تم الاتفاق زي ما حكيت لك إنه بين مركز الحسين للسرطان مع أراميكس بتوفير الأدوية اللازمة لإخواننا المرضى. وفرنا عليهم معاناة السفر ومشقة الانتظار. أراميكس مباشرة بيتناول الدواء. نعم. من المركز. نعم. طيب. وبيوصلوا للمريض. وصلت. في يعني فكرتك وصلت بالضبط. يعني عن القطاع الصحي أكثر يعني. نعم. في ملاحظة إيش؟ بس أكمل النقطة بشكل. تمام. الآن إحنا ممكن إنه في عنا إخواننا المرضى بيعانوا
بالمدينة الطبية اللي بياخذوا الأدوية من المدينة الطبية. حاولنا إنه إحنا نعمل اتفاقية ما بين المدينة الطبية وأرامكس، ولكن أرامكس هي شركة خاصة والمدينة الطبية جهة حكومية. فإذا في الإمكان بما ترونه مناسبا من أصحاب العطوف وأصحاب الاختصاص التنسيق ما بين المدينة الطبية ومستشفى الأمير هاشم العسكري، بما أنهم جهة عسكرية واحدة، لتأمين الدواء اللازم لإخواننا المرضى في المحافظة. بالتأكيد. ملاحظة صغيرة يعني حتى أفتح المجال للإخوان، يعني ملاحظة صغيرة فقط، أنا لأنه حملت الأمانة هاي إن أنا أتكلم فضل. فيها. الملاحظة الثالثة اللي هي إذا بالإمكان توفير مرافق ترفيهية صحية لأصحاب الأمراض المزمنة بما فيهم مرضى السرطان والأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون مخالطة الناس بشكل عام خوفا من العدوى لنقص المناعة لديهم. شكرا. فإذا بالإمكان تجهيز أماكن أو توفيرها بما ترونه. شكرا مناسبة. شكرا جزيلا لك على يعني مدير الصحة مباشرة، خلينا نجيب وراح أرجع جولة أخرى. يعني أكثر من ملاحظة على القطاع دكتور، إذا بدنا نجاوبها بشكل مباشر، اليوم إحنا القطاع الصحي إلى أين يذهب في مدينة العقبة؟ مساء الخير للجميع. مساء النور. احنا مدينة العقبة المدينة الأعز والأغلى على قلوبنا جميعا. نعم. هي حاليا يطلق عليها المنطقة السياحية الاقتصادية الحرة. نعم. ونحن بالتعاون وبالاشتراك مع كل القطاعات الموجودة على ساحة العقبة بالتنسيق مع وزارة الصحة. نعم. نسعى لأن تكون أيضا مركز جاذب للعلاج للسياحة العلاجية على مستوى المملكة. نعم. وإن شاء الله ستكون. إن شاء الله. بالنسبة للعلاجات بشكل عام، أصحاب العطوفة كلهم سيشاركونا وساعدونا في مراحل سابقة بتوفير أو بالتواصل مع معالي وزير الصحة وعطوفة الأمير العام. نعم. والجهات المعنية بوزارة الصحة لتأمين الأدوية لمحافظة العقبة. يعني في صعوبة بتأمينها؟ كان تأخذ وقت كان أطول كان مرحلة من المراحل، يعني خلينا نعتبر من 3 أشهر. نعم. كان في صعوبة بتوفير الأدوية على مستوى المملكة كاملة. اليوم. من الشهر الماضي والشهر الحالي بأوامر من معالي وزير الصحة وعطوفة الأمناء العامين. نعم. تم تأمين كافة العلاجات لمدينة محافظة العقبة كاملة دون نقص أي علاج. تمام. وحاليا عندنا من المخزون ما يكفي لشهرين قادمين. تمام. طيب نقص الكوادر اللي تحدث بالنسبة يعني للمستشفى الميداني. هون أنا أيضا بوجه شكري لعطوفة المحافظ ولعطوفة الأستاذ عماد والفريق العامل معه. نعم. نعم. ولرئيس السلطة وبالتحديد لمعالي نايف الفايز والأستاذ رمزي الكباريتي. نعم. للتعاون المطلق الذي أبدوه إنجاز أن يكون لدى محافظة العقبة مستشفى حكومي. تمام. في كامل الاختصاصات، يعني في موجود مستشفى ومبنى موجود بس كوادر ما فيه. هو يعني كانت الفكرة، أنا بدي يعني إجابتي على سؤالي، نقص الكوادر هل موجود بالفعل نقص كوادر ولا لا؟ نقص الكوادر بالأطباء، لأنه حاليا المستشفى اللي موجود الميداني. نعم. هو حاليا فقط أطفال. للأطفال. للأطفال. وللأسف الاختصاص في وزارة الصحة. طيب. يوجد نقص. نقص. أي. حاليا هم اشتروا خدمات من القطاع الخاص. 4 أطباء حاليا التزم بالدوام منهم 3، وإن شاء الله إنه أعطونا إعاز إنه ننسق مع زملائنا يعني بالقطاع الخاص لشراء خدمات. التزام راح نغطي كافة يعني الجوانب اللي فيها نقص ولا بعض منها؟ إحنا نقص ما عندنا إلا بالاختصاص فقط. بس فقط. لا فقط بالاختصاص. الطب العام اللي حكت عنه الدكتورة. تمام. أنا أعطيت المركز المستشفى الميداني 5 أطباء عامين وهم مش بحاجة لأنهم بس أعطينا. يعتبر زيادة 5 أطباء عامين لأنه هو اختصاص أطفال فقط. شكرا. شكرا جزيلا لك. يعني ذكر أنه التأمينات الطبية يعني في معاناة مثلا في الحصول على يعني تأمين إلا لما يذهب إلى عمان مثلا، ولا في تنسيق ما بينكم؟ مرون التأمين في عندنا مديرية التأمين بالصحة، هو يقصد الإعفاءات الطبية. الإعفاءات الطبية يعني هاي بدها تنسيق إن شاء الله، ونسعى فيها إذا في إمكانية راح نوفرها. وموضوع الأدوية اللي بيحكي عنه، أنا راح إن شاء الله نسق مع الخدمات الطبية الملكية. يعني هاي نقطة مهمة جدا. أكيد ما راح يقصر طبعا. يعني راح أتي المركزية بمحاور عديدة، لكن اليوم أنا بس السلطة والله ذكرت الأخت يعني قبل قليل نقطة مهمة جدا. اليوم إحنا نهتم بمشاريع وسياحة واقتصاد وكل الأمور هاي، لكن اليوم إحنا يعني هل في لدى السلطة
خطط معينة للحفاظ على التراث في المنطقة وتطويره أم لا؟ السلطة خلال 20 عام الماضي يعني ما وفرت جهدها بموضوع دعم أي مبادرة موجودة للمحافظة على التراث وهوية مدينة العقبة وأهل العقبة الموجودة. نعم. يعني حتى بموضوع التطوير اللي بيصير على المناطق القديمة خلينا نسميها زي وسط البلد أو المنطقة القديمة وشارع الأفران، وهذا إحنا كلياتنا إحنا بالعقبة بنعرف عنها. ممتاز. لم تنتزع هوية منطقة العقبة من تطوير أي من مشروع تطوير منطقة العقبة سواء وسط المدينة أو أي شيء موجود. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، إحنا مستعدين ودائما منقوم بدعم جميع المشاريع اللي بتحافظ على هوية العقبة، سواء موضوع المنتجات اللي نحكي العقباوية، الفرق التراثية الموجودة العقباوية، يعني موضوع آلة السمسمية، دائما هذا أكبر. موجود وإحنا منصر عليه، ولا ممكن يكون في احتفال للسلطة إلا يكون فرقة السمسمية وفرقة العقبة يعني موجودة. قد يكون فيها. الشق الثاني من السؤال، إحنا اهتمينا في المشاريع الكبيرة وأكيد كان في اهتمام بهذه المسألة، لكن المشاريع الصغيرة اللي بتوفر فرص عمل أكثر وين دور السلطة فيه؟ دور السلطة إحنا كمان أكيد أنا دائما بحكي بالنسبة للاقتصاد. نعم. دائما بتطلع على المشاريع المتوسطة والصغيرة الأهم، ومنتهية الصغر هي الأهم بموضوع توليد الفرص، وخصوصا بفترات الكساد الاقتصادي. وإحنا اليوم كلياتنا لازم نعترف أنه عالميا بنمر في فترة كساد، الحمد لله كأردن ما مرينا فيه تباطؤ بطيء بسيط بالاقتصاد، أمور السياحية عوضت كل هذا التباطؤ الاقتصادي. اليوم في اهتمام لموضوع حاضنات الأعمال والتفكير بحاضنات الأعمال، توفير دعم مادي من خلال الوكالات اللي بنتعاون معها، المنح للمشاريع وأصحاب الأفكار بهذا الموضوع. فكرنا بموضوع ممارسة الأعمال من المنزل وترخيص هذا الموضوع، يعني هذا كان مطلب شعبي. أيه؟ لموضوع الأعمال الصغيرة والمتوسطة. بالتأكيد اللامركزية عليك دور في يعني مسألة إخراط الشباب في اتخاذ القرار، وحتى أيضا من خلال دليل الاحتياجات اللي بتعدوا. وأعتقد أنه ميزانيتكم 40% فيها مشاريع تنموية. اليوم إحنا وين وصلنا بالمشاريع التنموية سنة 23 تحديدا؟ سيدي، مجلس محافظة العقبة كان من أوائل المجالس اللي فكر خارج الصندوق. تمام. وسابقة الملكية السامية من حقيقة وجود مجالس المحافظات والأهمية لوجودها. كان هناك حقيقة مشاريع مشتركة مع جهات لأول مرة تطرح على الموازنة الرأسمالية الدولة وبنود تستحدث لأول مرة. تمام. مثل تشبيك مع مؤسسة ولي العهد، مؤسسة نهر الأردن. نعم. الوطنية للتدريب والتشغيل، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. يعني لهم تجربة رائعة. طبعا احنا يعني مع السلطة حقيقة عملنا تكاملي تشاركي، يعني لا يجوز ان يكون في هناك حقيقة اي اختلاف في هذا الموضوع، لانه اصلا القانون بيحدد العلاقة ما بيننا وما بين السلطة داخل حدود القصبة، حدود الأسيزة. نعم. نعم. اثنين، في عنا شيء لأول مرة احنا اشتغلنا عليه مع التعليم العالي وهو بناء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية. تمام. وتم الطرح من خلال مجلس المحافظة لكافة مجالس المملكة بعمل مشروع مشترك على مستوى المملكه ببناء سكن طلاب وطالبات سكن في العقبه. في العقبه. نعم. الشيء الاخر، انا مضطر اني اذهب باتجاهه وهو المستشفى الميداني. وهذا الشيء مجلس محافظه العقبه كان من اوائل الناس اللي طرحت اي دعم للمستشفى الميداني لتثبيته كنوال مستشفى حكومي او مركز طوارئ متقدم. تمام. مركز طوارئ متقدم، انا باكد على النقطه، لانه كمستشفى حكومي ممكن بدنا 5-6 سنوات لبين ما يصير. لكن اليوم لما نحكي مجلس طوارئ متقدم احنا بحاجه له. اثنين، لا يجوز لاي مسؤول انه يخفي معلومته وما يكون صريح وشفاف. نعم. مع المواطن ومع القياده. صحيح. فاحنا صحيح. بنحكي على المستشفى الميداني. المستشفى الميداني في اخر كتاب بعثته لمعالي وزير الاداره المحليه نائب رئيس الوزراء بارسال لجنه فنيه للوقوف على احتياجات المستشفى، لانه تمت الزياره من خلال مجلس المحافظه والمستشفى غير قادر على العمل. يعني بحاجه لكوادر، بحاجه لكوادر بحاجة لنقص في الفنيين الموجودين في المستشفى. بعض الأجهزة طلعت وتم التواصل وإعادة الأجهزة إلى العقبة كمان. أنا بحكي هذا بكل صراحة، ما عندي مشكلة أحكيها. إذن أنا بحكي لمصلحة عامة، وأعتقد الوزارة بتحكي لمصلحة عامة، ولكن كل واحد في مسار معين. تمام. ولكن أنا عندي ضغط شعبي كمجلس محافظة منتخب، عندي ضغوطات شعبية، وتم تقديم عريضة من 138 شخص من وجهاء العقبة ورفعها على وزارة الإدارة المحلية. تمام. يعني بدي أخذ كمان يعني 3 أسئلة من الجمهور إذا كان لديكم استفسارات. تفضل المايك بس
مهندس قطاع المي ممتاز عندكم بالعقبة؟ تفضل. أسعد الله أوقاتكم جميعا. عبد الفتاح أبو العز، يعني بدي أتحدث أنا في جزئية تتعلق بالتعليم. بما يتعلق بالتعليم التقني والمهني اليوم في ظل يعني الازدياد اللي لا بأس به في البطالة في الأردن بشكل عام والعقبة خلينا أحكي تحديدا، اليوم الدولة والحكومة بلشت تتوجه لما يسمى بالتعليم التقني والتعليم المهني وجانب الذكاء الاصطناعي، والسلطة يعني مشكورة لم تدخر جهدا في التنسيق بما يتعلق بهذه الأمور وتوجيه الطلاب للجامعات أيضا وخريجين الجامعات وتدريبهم بما يتعلق بجانب خلينا نقول التعليم التقني أو الجوانب التقنية والمهنية والجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. لكن سؤالي، هل يتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم في العقبة لتوجيه الشباب أو لتوجيه الطلاب نحو التعليم التقني والتعليم المهني بشكل عام والتقنيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؟ يعني سؤالك موجه للسلطة مثلا؟ السؤال موجه للتربية والتعليم والسلطة أيضا، هل هنالك تنسيق فيما يتعلق بهذا الأمر؟ توجيه الطلبة نحو التعليم المهني والتعليم التقني. النقطة الثانية، يمكن من أهم الأمور اللي حصلت لنا في العقبة اللي هي استحداث مفوضية الريادة والشباب، وهذا شيء كان إيجابي للعقبة طبعا بتوجيه من سيدنا صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده طبعا أكيد. لكن اليوم في استراتيجيات وضعت ل خلينا نقول تنمية هذه المفوضية تحديدا والدعم قطاع الشباب واللي موجهة أصلا لقطاع الشباب، لكن هل هنالك دعم مادي كافي موجه لهذه المفوضية؟ ولماذا لا يتم يعني العقبة تزخر بالشركات خلينا نقول الكبرى اللي موجودة فيها؟ هذه الشركات عليها مسؤولية اجتماعية تجاه الشباب في مدينة العقبة، لماذا لا يتم إنشاء صندوق تسهم فيه هذه الشركات يعني بدعم؟ أنا وصلت فكرتك، بس حتى أفتح المجال وباختصار السؤال بشكل مباشر جدا، من حاب يسأل تفضلي حضرتك. والأخ هلا بعد شوي. سؤالي موجه لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بخصوص موضوع التدريب والتشغيل بالعقبة. هل البرامج التدريبية اللي سيتم طرحها تواكب نحكي التكنولوجيا أو التطور أو الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع مخرجات الجامعات والتخصصات الموجودة بالعقبة؟ السؤال الثاني، المنح الدراسية لماذا تم إيقافها وإلى أين؟ يعني احنا يمكن باخر سنتين او ثلاث سنوات تم ايقاف المنح الدراسيه على في نحكي التخصصات الاكاديميه، حتى من السلطه يعني حتى التخصصات التقنيه كان في يتم طرح اكاديميات نحكي بالتدريبات المهنيه وكان بيروحوا لها الطلاب ضمن برنامج معين مدته سنه. فالى اين؟ شكرا جزيلا لك. تفضل. انا سؤالي موجه للمفوضيه بشكل مباشر كوني طبيب موجود في العقبه من 2004 بالقطاع الخاص. وين رؤية المفوضية بالنسبة للقطاع الخاص جميع القطاعات وخصوصا القطاع الطبي الخاص؟ ما هي المقومات اللي انت تدعمني فيها على اساس يكون عندي سياحة علاجية اني انا استقبل من برا؟ احنا على مستوى الاطباء لكي نرتقي في مستوى المهنة ومستوى الخدمة في مدينة العقبة بالنسبة للقطاع الخاص الطبي بكافة اشكاله نضطر انه احنا نروح لعمان عشان انا اخذ دورة بعطل 3 ايام، بتكلف اجر السفر، بتكلف. اذا انا بدي اجيب حدا من هناك بدي اضطر انا اني احجز له واني اسوي له. التامينات الصحيه كانت اول شيء مع المفوضيه، والمفوضيه كانت هي التوغل في الخصومات، وبعد ذلك جابت شركات تامين على اساس انها تاخذ العطاء الطبي في قيمه اقل ما كانت تدفع المفوضيه، وثم السنه اللي بعديها اقل مما كان اقل. ويعني هذا الصراحه شكل عبء لانه في عندنا كلفه تشغيليه عاليه. ويجب ان نرتقي في مستوى الخدمه، ولكن المستوى الصحي او الطبي في مدينه العقبه متصل في جميع القطاعات. دكتور، هي جدا ملاحظتك وصلت، خليني انقل مباشره للسلطه دوركم في تشجيع السياحه العلاجيه تحديدا. احنا بنطمح لانه نوفر حياة كريمة للمواطن اللي ساكن جوا مدينة العقبة بتوفير الحد المقبول من الصحة الموجود. موضوع طبعا كل واحد له رأيه، احنا الأرقام اللي بتتحدث عنها موضوع الاستثمارات اللي موجودة ورضا المستثمر موجود بالعقبة أكيد. أعداد الشركات اللي بتتسجل هو أكبر دليل الرضا الموجود عند المستثمر. ما بنحكي الكل راضي، أكيد في مشاكل، وإحنا اليوم هدفنا الرئيسي في عنا هدفين اليوم مع الإدارة الجديدة اللي موجودة ومعالي الرئيس، موضوع التنظيم المدينة. في بعض المشاكل التنظيمية الموجودة مقوم غير تنظيمها. موضوع الثاني هو توفير الحياة الكريمة للمواطن اللي ساكن جوا مدينة العقبة وحل مشاكل المستثمرين. اليوم مستثمر بطل كمان يجينا على المشاكل، إحنا كنا ما نصرنا نزوره. المستثمر اللي بيجي عندنا بمشكلة، هلا موضوع التأمين الصحي، التأمين كان للسلطة، لموظفين السلطة كان داخلي،
لما رحنا من خلال عطاء وشركة لترشيد الإنفاق صار أقل. نعم مهندس حمزة، يعني جزء تحدثنا عن دعم الشباب وأيضا إيجاد فرص عمل لهم، واليوم إحنا يعني كان في سؤال وقف المنح أيضا، يعني شو الإجراء اللي اتخذته؟ هلأ موضوع الشباب، إحنا أفردنا مفوضية مثل ما وضح الأخ، مفوضية كاملة للريادة والشباب. للريادة صحيح. فإحنا الاهتمام أحد الاهتمامات الرئيسية اللي موجودة بالسلطة على موضوع الشباب. هلأ موضوع وقف المنح، إحنا تم وقف إيقاف المنح الأكاديمية، ولكن الموازنة كاملة وضعفها تم توجيهه لموضوع التدريب المهني والتقني، لأنه حاجة الاقتصاد اللي موجود داخل مدينة العقبة سواء بالمصانع والفنادق والمنشآت السياحية والصناعية بتطلب مهن معينة، بتطلب تدريب معين، فإحنا بنوجه كل الموازنة لهذه المهن يتم التدريب فيها. تمام. عشان الطالب أو المتدرب يلاقي فوراً عمل مباشر بعد يعني إحنا اليوم نتحدث برضو عن التعليم، وكان في لك مداخلة يعني كتربية وتعليم، يعني مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في التوعية المهنية، يعني مع قسم التعليم المهني من المديرية للتوعية بأهمية أول شيء التعليم المهني والوظائف والحاجات سوق العمل من المهن. فصحيح يجوني على المكتب وعملنا لهم برنامج زيارة على المدارس، برضو إحنا دخل عنا نظام تعليم مهني جديد على وزارة التربية والتعليم، وهو نظام البتك اللي بلش من الصف التاسع الأساسي مش من الصف العاشر. طيب هل البنية التحتية موجودة لديكم يا أستاذ؟ نعم البنية التحتية موجودة لديكم؟ نعم الآن إحنا بصدد تجهيز البنية التحتية كاملة، إحنا رايحين نظام بيتك الآن يبلش عنا على من الصف التاسع الأساسي، برضو يواكب الصف العاشر الأساسي. ممتاز. بعشر تخصصات مهنية كبداية، IT وبزنس أدمينستريشن، وعنا تخصصات هندسية وضيافة وتجميل برضو، وهاي كمان الIT راح يكون عندنا 6 شعب، الآن 4 شعب راح تكون ذكور وشعبتين إناث في مدارس الأردن. نعم. إن شاء الله، والعام القادم لأنه راح يكون على 3 سنوات، فال6 شعب رايحات، يعني ال4 شعب رايحات يكون 12 شعبة في المدرسة. وبالتالي متوقع أن يكون في المدارس هاي على مدار العامين القادمين راح يكون في اكتظاظ، وراح يكون في ازدياد بعدد الطلاب، خاصة النظام بيتك الآن بركز في المرحلة الأولى، السنة الدراسية الأولى العاشر اللي هو راح يكون على 720 ساعة تدريبية، والمرحلتين الثانية أول ثانوي والثاني ثانوي راح يركز على 360 ساعة تدريبية. ممتاز. خلال كل سنة. لذلك هو يعني نظام يعتمد على التطبيق يعني العملي بشكل أساسي، مش بصدد حتى يكون المخرج فعلا مخرج مهني. يعني مش بصدد أحكي عن تفاصيل التعليم. نعم. لكن أنا سؤالي هو بنية تحتية للتعليم موجودة. نعم. الآن حتى البنية التحتية قبل بدء العام الدراسي راح تكون جاهزة في جميع المدارس إن شاء الله. هذا ما نتمنى. خلينا على المياه، يبدو خلت يعني حلقتنا اليوم عن بعض من الملاحظات في المياه اليوم. يعني نسبة الاستهلاك لمدينة العقبة تقريبا سنويا إذا سمحت. يسعد مساكم جميعا. يمكن بداية حاب أحكي، إحنا رؤيتنا كشركة مياه العقبة، هي أول شركة وطنية. تمام. في الأردن بلشت سنة 2004، كانت الفكرة فيها هي دعم الاستثمار، دعم تكون إحنا يعني طرف داعم لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تنمية العقبة. إجابة على سؤالك، إحنا حجم الاستهلاك عندنا بحدود 27 مليون متر مكعب لكافة محافظة العقبة، اللي هي بتشمل وادي عربة، بتشمل القويرة والديسي وقصبة العقبة. طيب. تحديدا داخل أسيزة اللي بين مدينة العقبة تستهلك بحدود 18 مليون متر مكعب سنويا. سنويا شو نسبة الفاقد عندنا إحنا؟ الفاقد عندنا الإداري أو فاقد عندنا شكل، عندنا قيمتين خلينا نسميهم. فاقد لمحافظة العقبة بشكل كامل هو بتراوح 33%، واحنا من معدلات الفاقد الجيدة. ممتاز. ومن أفضل يعني معدلات الفاقد على مستوى المملكة. في مدينة العقبة اليوم 28% نسبة الفاقد، وان شاء الله عندنا يعني الخطه الوطنيه اليوم لوزاره المياه يكون التقليل، نقلل كمان 2% اليوم. مؤشراتنا مع وزاره المياه راح نتعدى ان شاء الله ل 2% في عمليه التخفيض. تمام. قطاع المياه انتم يعني في دعم مثلا لبعض المشاريع تقوم بها الشركه؟ حقيقه قطاع المياه كان في العام الماضي بعض المشاريع تتعلق بخزانات المياه في مناطق الاطراف هون بالعقبه، ولهذا السنه ان شاء الله عندنا خزان كبير بالقويره راح يطلع، وخزان في وادي عربه.
هذا على في خصوص قطاع المياه، لأنه العقبة هون جميعها مخدومة الحمد لله. بالتأكيد. يعني سؤالي الأخير لك ومباشرة، هل هناك عوائق معينة تمنع تنفيذ يعني بعض المشاريع في الموازنة ولا لا؟ طيب، بداية قبل العوائق بدي أحكي عن شيء مهم في العقبة، هو حالة الانسجام والتنسيق عالي المستوى ما بين كافة الدوائر الرسمية منتخبة ومعينة، مجلس محافظة، محافظة، سلطة، هناك تنسيق عالي المستوى وتناغم حقيقة يمكن في بعض المحافظات بيحزدون عليه، لأنه الأصل يكون هيك مشان نبدأ ننجز ونشتغل. اثنين، بالنسبة للعوائق، أهم عائق اليوم بالنسبة لمجالس المحافظات هو طول فترة الدراسات. طويل. دراسات طويلة وتأخذ وقت طويل. اثنين، تدوير الموازنات. تدوير الموازنات يجب أن يكون يعني هناك. يعني تقصد عن التأشيري وسداد تدوير الموازنة أي مشروع بدأ العام 23 مثلا خلص يتم غصب مبلغه كامل حتى لو أخذ سنتين، حتى لا نحمل دين للعام اللي وراء. هذا أهم عوائق، وتفويض الصلاحيات للمدراء التنفيذيين. بالتأكيد، هاي ما نتمناها. يعني اليوم استمعنا لبعض من الملاحظات، واستمعنا لبعض يعني المشاريع الممتازة اللي بتكون فيها حقيقة السلطة، والانسجام ما بين الدوائر يعني هذا شيء قد نستطيع القول فيه بأنه فعلا احنا نمضي اليوم بتنفيذ عدد كبير جدا من هذه المشاريع. تفضل سيد العزيز. يعني انا بحب أكد في نهاية هذا البرنامج أنه نحن معنيين بتوفير البيئة الآمنة للاستثمار، وبالتالي نحن معنيين يوميا بالتواصل مع المستثمرين والاستثمارات، وهنا أؤكد أننا نتخذ أشد الإجراءات في كل من يتعدى على المستثمرين أو الاستثمارات بغير وجه حق. أيضا بحكي بموضوع ثاني، نحن اليوم وإحنا مجلس المحافظة بجوز تدارسنا من سنتين وثلاث سنوات وجاي الكم الأكبر أو النسبة الأكبر من موازنتنا هي موجهة للأطراف وبالتالي لسد الفجوة التنموية ما بين المركز وما بين أطرافنا. الموضوع الثالث اللي بأكد عليه، نحن اليوم في تنافسية شرسة مع الإقليم ومع المحيط ومع كل شيء، وهذه دعوة مني لأخواني في المجتمع المحلي وبالقطاع الخاص، لابد من أن نطور أدواتنا أيضا حتى نصل إلى المرحلة. إحنا كدولة وكسلطة أيضا كلياتنا نمثل القطاع العام، يعني من شأننا أن نوفر البيئة إليك، نحن نحسن خدمة نطورها، ولكن الدور الباقي عليكم في تطوير أنفسكم حتى تنافسوا في القادم إن شاء بالتأكيد. الله بالتأكيد. شكرا لك، وأيضا لرئيس مجلس المركزية. وأيضا تفضل. نعم، عندنا دراسة على محافظة العقبة، عدد سكانها لا يتجاوز 230,000 235,000، بينما عدد المستشفيات الموجودة حاليا أربع مستشفيات، 2 عسكريات واثنين قطاع خاص. عدد المراكز الصحة، عدد الصيدليات بمحافظة العقبة 70 صيدلية. عدد عيادات الطب العام مع الاختصاص يتجاوز 75 مركز وعيادة. عدد عيادات طب الأسنان ومراكز طب الأسنان، الهدف حتى أنه نبني من أسس بعدين تمام. ممكن أن نصير عندنا السياحة العلاجية، لا يتجاوز 40-45 عيادة ومركز. عندنا مختبرات طب عام 14، عندنا مختبرات طب أسنان 4. البنية التحتية صفت بالوقت الحالي، إن عندنا كمديرية صحة العقبة ومراكزها مؤهلة لاستقبال أي مراجع من أي منطقة آتن. تمام. عملنا صيانة شاملة للمراكز. حاليا مراكز صحة العقبة موجودة في كل في كل بقعة على مستوى محافظة العقبة. وشكرا. شكرا لك. يعني حقيقة جزء احنا كثير جزء تحدثنا عن بعض من هذه الملاحظات، وأيضا يعني لنأمل أن نصل إلى مرحلة أكثر من تنفيذ مشاريع اللامركزية، وأيضا يعني بعض المشاريع الرائدة اللي تقوم بها السلطة. كل الشكر لك مرة أخرى، ولكل أيضا من شاركنا اليوم من الجمهور وأيضا المجلس التنفيذي. وإلى هنا مشاهدينا انتهى الوقت المخصص لبرنامج في الميدان. هذه تحية مني ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله.